أنتقل إلى الدار الثالث. فرعان يحوي أحدهما مقاومي والآخر وشيعة ذات مقاومي. أعيد، فرعان يحوي أحدهما مقاومي والآخر وشيعة ذات مقاومي. هذه الدار هامي. الفرع الأول مقاومي والفرع الثاني وشيعة لها مقاومي. الآر، هذه دار هامي مطلوب كتير وفي عندنا كتير مسائل عليها، سواء مسائل الدرس أو بالمسائل العامي، كتير هامي هذه الدارة. نعم، في فرع المقاومة الشدي على توافق في الطور مع التوتر المطبق، فاي واحد يساوي الصفر. من يحسب؟ نحسب اي افكت واحد. طلاب، في فرع المقاومة احسب اي افكت واحد يساوي يو افكت على ار، واي افكت 2 يساوي يو على اكس ال، والتي تساوي تحت الجذر ار مربع زائد اوميجا مربع بال مربع. ممتاز. اي افكت 2 يساوي يو افكت، يو افكت على اكس ال. ما هي اذا فاي واحد؟ انتبهوا عليها، صفر. فاي 2 اذا ردت انا بدي طالع اكس ال. الاكس ال لا تساوي ال باوميجا، هون الاكس ال تساوي تحت الجذر ار صغير مربع زائد ال اوميجا مربع زائد ال باوميجا للتربيع. في فرع الوشيعه الشدي متاخره عن التوتر بمقدار حادي. انتبهتوا؟ مقدار حادي، لانه التوتر متقدم على الشدي بمقدار حادي، زاوي حادي. إذن هذا بالنسبة لرسمة إنشاء فرينيل. نعم، بالنسبة لإنشاء فرينيل في هذه الدارة منثبت اليو على محور مبدأ الطور. اي افكت واحد منطبق، اي افكت اثنين متأخر بزاوية حادي، فهذا اي افكت الكلي. طلاب، هاي الزاوية فيها خطأ، هاي الزاوية فاي اثنين، هاي الزاوية فاي اثنين، اما الزاوي فاي هاي الزاوي فاي. بعيد طلاب معلومات هذه الداره، بدي احسب اي افكت واحد هو يو افكت على ار، بدي احسب اي افكت اثنين هو يو افكت على اكس ال. الاكس ال هي تحت الجذر ار مربع زائد ال باوميجا للتربيع. طيب فاي 2، اذا فاي 1 تساوي صفر، فاي 2 هاي فاي 2 هي زاويه حادي. كيف احسب كوساين فاي 2؟ كوساين فاي 2 تساوي مقاومته على ممانعته ار صغير على اكس ال. بدي احسب عامل استطاعه الوشيعه ار على اكس ال تماما، هاي القوانين. طيب لحساب اي افكت، اي افكت شعاع يساوي اي افكت واحد شعاع زائد اي افكت اثنين شعاع. طبعا هوني ار وليس سي، ار اي افكت واحد زائد اي افكت اثنين للتربيع. الان احسب اي افكت بتربيع الاشعه. الان يا طلاب، عند تربيع الاشعه، عند تربيع الاشعه مربع الشعاع هو طويلته للتربيع، فاي افكت مربع يساوي متطابقه مربع الاول زائد مربع الثاني زائد ضعفي الشعاع الاول في الشعاع الثاني. فاي افكت واحد مربع زائد اي افكت اثنين مربع زائد اثنين اي افكت واحد باي افكت اثنين بكوساين فاي اثنين. فاي اثنين، نعم، هاي الزاوية فاي اثنين، يعني فاي ال ناقص فاي ار. الزاوية بينهما، ما هي الزاوية بين بين اي واحد واي اثنين؟ اي افكت واحد واي افكت اثنين، انتبهوا. اي افكت واحد منطبق واي افكت اثنين بهالشكل، الزاوية بينهما فاي اثنين، فاي اثنين وليست فاي. اذا هيك بنحسب اي افكت. بالنسبة لعامل استطاعة الدارة، عامل استطاعة الدارة بإمكاننا ناخذه من بي افريج على بي ا. أفضل طريقة لهذه المسألة بي افريج على بي ا.
طبعا بي افريج هو بي افريج واحد زائد بي افريج اثنين. بي افريج واحد هو يو افكت بي اي افكت واحد كوساين الفاي واحد كوساين الصفر يعني زائد يو افكت بي اي افكت اثنين بكوساين فاي اثنين. كوساين فاي اثنين لها قيمة زاوية حادة. طبعا اذا موجودي معي كوساين فاي اثنين موجودي ما انا موجودي بدي احسبها من ار على اكس ال كثير هاي دار همي.